Good morning Prime 2. النهاردة هنكمل بقية مراجعتنا على الجرامر اللي أخدناه في سنة تانية. النهاردة هنراجع على الآ والآن، إمتى أستخدم آ وإمتى أستخدم الآن. طبعا إحنا خدنا إن الآ والآن بمعنى ألف لام المعرفة، بعرف حاجة فبستخدم الآ أو الآن. طب إمتى أستخدم الآ؟ الآ تيجي لما يجي بعديها consonant consonant letter. لما يجي حرف ساكن بستخدم الآ. طب الحروف المساكنة كل الحروف اللي موجودة في الألفابت الإنجليش ما عدا الحروف الخمسة الفايف letters الفاولز. طب إيه هما الفاولز؟ الفاولز اللي هي الA والE والI والO واليو. طب الخمس حروف دول لو اي كلمة بتبتدي باي حرف من الخمس حروف ديت بستخدم الان. طب تعالوا نشوف زي ايه. زي مثلا نقول he is a teacher. هنا teacher بتبتدي بحرف T والT consonant، فالT بيجي قبلها A، يبقى teacher بتاخد A. طيب تاني اكزامبل معانا، my sister is a doctor. اختي بتكون دكتوره، دكتور بتبتدي بحرف الدي. طب حرف الدي فاول ولا كونسونانت؟ برافو، حرف الدي كونسونانت، والكونسونانت بيجي معاه ايه. طب it's a cat. انها قطه. طب قطه كات بتبتدي بحرف السي. طب السي كابيتال السي اسفا كونسونانت ولا فاول؟ السي consonant، فالconsonant بيجي معاها الآ. طيب تعالوا بقى نشوف امتى اجيب الآن. قلت it's an orange. ان تلك او انها برتقالة. طب برتقالة اللي هي orange بتبتدي بحرف الآ، بتبتدي بحرف الأو. طب الأو consonant ولا vowel؟ الأو vowel، فالvowels بيجي معاها an او an orange. an orange. طب الاكزامبل اللي بعده، this is an apple. هذه بتكون تفاحة. قلنا هنا this للمفرد القريب. طيب apple تفاحة بتبتدي بحرف الA. الA consonant ولا vowel؟ الA vowel، فأدام الA vowel الvowels بياخدوا an. طيب there is an ice cream. هناك او يوجد هناك ice cream. طب ice cream بتبتدي بحرف الاي. الاي consonant ولا vowel؟ الاي vowel، الvowel بيجي قبله ان. طب I eat an egg. انا باكل بيضة. الاج بتبتدي بحرف الاي. الاي capital e vowel ولا consonant؟ الاي vowel، الvowel بيجي معاه ولا ان؟ الvowel يجي معاه ان. طيب the last sentence معانا، اخر جملة، it is raining. انها تمطر. I want an umbrella. انا اريد umbrella. umbrella يعني ايه؟ يعني شمسية. انها تمطر، اريد شمسية. umbrella بتبتدي بحرف اليو. اليو vowel ولا consonant؟ اليو vowel، فالvowel بتاخد ان.